دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مشروع مياه شهرة بوادي عطران بمديرية الروضة. نفذت المشروع منظمة CSSW بمحافظة مأرب. مزيد من التفاصيل مع مراسلنا محمد الكداسي. دشن وكيل محافظة مأرب الدكتور عبد الرب مفتاح مشروع مياه شهرة بوادي عطران مديرية الروضة بتكلفة إجمالية 123 ألف ريال سعودي بتمويل من فاعل خيرة. نفذ المشروع منظمة CSSW بمحافظة حضرموت ومأرب. وكيل المحافظة أكد على أهمية هذا المشروع في سد احتياجات المواطنين والنازحين بواقع 150 ألف نسمة. بسم الله الرحمن الرحيم. نيابة عن الأخ محافظ المحافظة اللواء سلطان من علي العرادة، ندشن اليوم مشروع مياه عطرانة الذي سيخدم تقريبا 150 ألف نسمة في منطقة الروضة وحي شركة النفط وأيضا ما تبقى من جو النسيم. هذا المشروع الحيوي اليوم الذي بإذن الله عز وجل سيستفيد منه المواطنين والنازحين على حد سواء. مدير عام فرع المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحية أكد على أهمية هذه المشاريع الحيوية في توفير المياه النقية للمواطنين. نحن اليوم سعداء جدا في مدينة مأرب، المدينة التاريخية العظيمة، نفتح مشروع مياه شهرة المول من فاعل خير المملكة العربية السعودية. نشكر كل القائمين، السلطة المحلية، المؤسسة العامة للمياه الريف، المؤسسة العامة للمياه الصرف الصحي، مدير عام مديرية الروضة على هذه الجهود المبذولة في تسهيل الصعاب لنا في فرع المكلا وفرع مأرب على إنشاء هذه وحفر هذه البئر. مشاريع المياه الشرب النقية هنا في محافظة مأرب تسهم كثيرا في سد احتياجات النازحين والمواطنين على حد سواء. لقناة عدل الفضائية محمد القداسي محافظة مأرب.